أسعد الله صباحكم مشاهدين الأحبة أينما كنتم، ورحبوا بكم أجمل وأرق الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما ويوميا نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنين الأحبة في بغداد. وبما أنه انتهى العيد، لكن نتمنى أنه كل أيامنا عيد وبركة، والله يتقبل منكم ومنا الدعاء والصلاة في هذه الأيام المباركة، وأتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح الدائم لكل مواطن عراقي في أرض البلد أو خارج البلد. وبالتالي أنه من نذكر أنه أيام عيد نقول بعض الناس يقول لك والله حتى طعم العيد تغير مو مثل قبل، حتى حياتنا ومعيشتنا تغيرت، حتى وضعنا الاقتصادي تغير، حتى وضعنا الاجتماعي هم تغير مو مثل قبل. وقبل شوية كنا نسولف أنا والأخوة أثناء يعني جيتنا، يا أخي حتى طعم العيد وزيارة بيت الله والحج هم صارت مو مثل قبل. قبل وين اللي يجي من بيت الله؟ جاء من بيت الله، هذا لازم تتلقاه، سولف وياه، تتبارك بيه، والله العظيم تتبارك بي، تحسه يعني جاي من 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 مكان مقدس. الناس تستقبله، ناس تتقرب له، ناس تزوره. حتى هسه يعني حتى سبحان الله، من يصير شبهات في كل مجالات، من يصير اكو شبهات ما تليق بي 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 وما تمثل الإنسانية بالصلة وما تليق بمجتمعنا. هنا حتى الناس هي وحتها تنفر من عندها، تنفر. هم صارت سنابات بيت الله الحج، واحدة من الفرائض اللي الله نزلها رحمة، هم صارت سنابات وسيلفيات وصورني وأنا يعني دخلت لهذه المرحلة. فاحنا الآن بصراحة مو بصدد هذه القضية، لأنه العراقيين يعرفون أنه الناس الفقراء يمكن أغلبهم يقدمون أكثر مرة ما يروحون، أغلبهم يعني، والله يكون بالعون والله يكتب لهم إن شاء الله حجة. بشكل آخر يعني حتى نتحدث عن قضية الاقتصاد اللي نحسها إحنا مهمة وترتبط ارتباط مباشر بعمل الإنسان وتواجد الإنسان في هذه المرحلة، خصوصا في هذه الفترة. أولا ارتفاع في درجات الحرارة، اثنين الوضع الاقتصادي، إحنا طلعنا من موسم عيد الأضحى، وهذا يمكن يسوي فتور. هذه الفترة فتور راح يكون بها اقتصادي أكثر مما كنا نتصوره قبل. فبالتالي قبل شوي سولفنا ويا الأخوة، يعني العمل اللي هو تقريبا يوم عن يوم ياخذ يعني انعطافة مو صحيحة، وهذه هي يعني واحدة من الأمور اللي نتحدث بها يوميا ونعيدها. الوضع الاقتصادي يا أخوان مهم جدا، يرتبط ارتباط مباشر بعمل الإنسان، بقوته، بلقومته. لازم يرتفع في ظل ارتفاع درجات الحرارة والناس تعب وتطلع وتريد تشتغل وتاكل لها خبزة، وهذه هي الخبزة، خبزة الحلال، خبزة الحلال يعني اللي ياكلها. نشجعكم، عافية وقواكم الله وبارك الله بيكم، لانه حاسين بوضعكم. هاي كلام للعمال اللي اصحاب البسطات، اصحاب العرباين اللي قاعدين بالشارع على مود ياكلون خبزه حلال. نشجعكم، عافيه قواكم الله، لانه تسعون الى رزق الحلال. اليوم احنا في منطقه مهمه في بغداد، مهمه اقتصاديا تجاريا، مردود اقتصادي للبلد في الشورجه. الشورجه مهمه جدا. قد يكون واحد يقول والله ولا كأنه بالشورجة، اي ولا كأنه بالشورجة صحيح، لانه الوضع تغير مو مثل ما كنا نصور قبل احنا ما نقدر نصور بهذه المناطق لزحمتها،
للناس اللي تجيها، لحركه البيع والتجاره اللي موجوده. هسه وين ما كان اطبق وسولف براحتك. هاي ما كانت قبل، حتى ابواب المحال التجاريه اليوم حتى مو مثل قبل. يعني كانت تحس بالبضاعه جديده، تحس بالبضاعه بها تغيير، تحس بالبضاعه انه جايبين غيرها، تحس متجدده. هسه اليوم لا، هاي صار لنا تقريبا من وضع الدولار وكورونا لليوم، اذا تريد تحسب حساب عرب والله مو مثل قبل، مو مثل قبل. لانه الحاله اللي تمر انت الان تشوفها تحس بها يعني مو صحيح، مو ذيك الاوليه. عم الشورجه العراق كله ينظر للشورجه. هسه احنا بالشورجه طابقين على صفحه ونسولف، هسه راح نطب داخل الشورجه ونشوف. لانه بصراحه احنا من الان من نسولف نسولف واقع حال. انا ما حاط لي ميز وقاعد واصفط، لا، ميدانيه وصوره واقعيه. ونتمنى انه اكو فد ناس اصحاب مسؤوليه عاليه يحسون بوضع الناس. اتمنى انه الناس اصحاب المسؤوليه واصحاب السمو والمعالي يتجولون بهذه المناطق، كل من حسب اختصاصه. على عجبنا السيد وزير الكهرباء المحترم، بغض النظر عن المشاكل اللي نشوفها، موضوع الكهرباء ما ينحل، لكن الرجل شوفه اهتمامه حلو. لا عرف الرجل ولا قاعد وياه ولا قاعد وياي، بس هي كلمه حق. هسه وان كهرباء دمار، بس الرجل جاي يشوفه موجود ميداني، يحسب حساب، يحاسبهم ميداني. هسه الله اعلم اذا كانت النوايا صادقه او لا، الله اعلم، لكن هذا اللي شفناه. هاي الناس نشجعها، هذه على اقل تقدير نشكرهم بهذه الطريقه البسيطه. انا ما يعني ما مكلفين نفسنا الان من نذكرهم حتى نشجعهم. كذلك وزير الزراعه ووزير الصحه، ومن يكون لهم بالميدان شيء بالميدان هذا يفرح. عموما صرنا نتجول بالشورجه ونشوف الشورجه، واذا زميلي علاوي ينطي صوره ونتمشى في هذه المنطقه، ويعني نسال الناس عن وضعهم وعن عملهم وعن وضعهم الاقتصادي وعن المردود الاقتصادي وعن حياتهم التجاريه شلون. وهذا احنا بصراحه الان من نتساءل هذه الاسئله، هي الغرض منها والله صورة واقعية، لا الغرض منها انه الإثارة ولا يعني نقلل من شأن احد ابدا، لكن احنا في واقعية ودنا نتمشى وياهم حالنا حالهم. وهذه هذه هذه كلها رسائل، صدقوني يعني هذه كلها رسائل لازم تنتبه لها المؤسسة والدولة، وتكون منصفة بحق شعبها. لأنه بصراحة مهما يكون هو المواطن اللي عايش في هذه البلد وفي هذه الأرض، إلى حقوق. هذه بشكل يعني بصراحة بشكل ميداني. ووضع الشورجة مثل ما تحدثت مو مثل ما كان سابقا. الناس اليوم طالعة من موضوع يعني مناسبة مهمة، لكن انت بتشوف الان بصراحة بهالحالة. جواكم الله حب. هذه اللقطات وهذه الصور، وتقريبا اغلب الناس اللي تلجا الى العمل الان بهذا الشكل هو مسؤولية، يعني يضطر الانسان انه لازم يعمل ولازم يقدم شيء. يعني هذه السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ قواكم الله، شلون صح؟ الله يديمك، اولا قواك الله يبارك فيك يا طيب، الله يديمك. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها بشكل ميداني،
قواك الله حب حبيبي. وهذه الصور طبعا هي اللي دائما نتحدث عن مكانة هذه المنطقة ووضعها التجاري والاقتصادي والمردود اللي تقدمه تقريبا لبغداد وحتى العراق، لانه اغلب الناس مسواكها من هذا المكان. السلام عليكم، قواكم الله، شلونك عم؟ كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة ان شاء الله والتوفيق الدائم والنجاح يا ربي ويوم الحجة. الله والديك. الله يديم. شلونكم عم؟ يا مرحبا. بارك. انا حجة هسه. يا الله. ماكو حجة لعب. قدم له. قدم له. لا وعدني والله. ان شاء الله السنة الجاية. بس ان شاء الله. الله ان شاء الله رحم الله. رزقك هذه الحجة يا رب. رحم الله. ابو من عمي؟ ابو احمد. ابو حمودي شلونك؟ حمودي لو. بخير. هذا ابن اخويا. ها. ان شاء الله هم ابنك. رحم الله والديك. الله يحفظك. ما كفر. الله يبارك فيك. ممنونين. ابو احمد شلون حركه الناس اليوم؟ يعني احنا طلعنا من موسم، بس انتم حسابكم تحسبونه موسم العيد. اي هو الرزق على الله مثل ما يقول، الرزق على الله. نقول لك حركه الحمد لله زين، شويه الشهر زين. زين مو من موسم الموسم. اي. كل موسم له رزقه وله بيعته. الحمد لله. اي. موسم العيد واحد. راح يجي موسم محرم واحد، فراح هاي شويه الشغلات توقف. راح تقريبا تقريبا المحرم بعد تنزلون بضاعتكم ويصير اكو فد شغل بالسوق. يا انا اقول لك المحرم يعني مثل ما تقول قبل الأربعين يصير حركه بالسوق على هاي العليج، على الشغلات الزيارات ما زيارات. اي اي شيء ثوابات. اي اكيد شيء اكيد. يمكن الغذائيه اكثر راح تصير. الغذائيه شيء اكيد طبخ. اي وهذا مثل ما يقول لك العليج او الغيره، يعني مثل ما يقول القالون زين للزائر او للحار، يعني يريح المعده مثل. اي يعني اكو استقبال عليه يصير قبل الأربعين. اي تفاصيل الشكر والتمن ان شاء الله هاي كلها تمشي على ما يصعدن. لا ان شاء الله. ان شاء الله. وبعد الاسعار ثبتت، هي ما تقدر يوم تصعد يوم تنزل الاسعار، مو اكيد صعدتها ابو احمد، صعدتها تكسر الظهر. واحنا مو احنا هي المشكله، ما اكو عندنا فد روتين مثل ما او فد نظام او فد قانون، ما عندنا احنا بالليل شكل تنزل الاسعار شكل، ماكو اسعار ثابته. مشكل؟ اي طبعا السبب هو الفقير. شلون؟ الفقير ما عاد. اي مو هي الفقير طايح بين ايش؟ ماشي ماشي الحمد لله. لا الحمد لله هي ان شاء الله ماشي بوجود الناس الخير والطيبين مثلك ابو حمودي والناس اللي يعني اللي عندها باب رزقها متفكر برزقها وعائلتها. لا طبعا اول شيء اهم شيء العائله ورزقنا. الحمد لله والشكر ماشي الحال. الله يبارك فيك. الحال رحم الله والديك. يا قناه الزاق روس الفضائيه. اهلا وسهلا. انا سعيد بشوفك. رحم الله والديك. احنا الاسعد. احنا الله يعطيك الصحه والعافيه. يخليك. رحم الله والديك. يا ربي دائما نجاحات موفقه. رحم الله والديك. بالتوفيق. تحياتي لك عمي حبيبي. الله يبارك فيك. الله يرزقكم حبيبي عمي. هذه يعني احنا الان بنتحدث يعني بصراحه بشكل ميداني. عليكم السلام. حياك الله عمي. شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ اليوم والله حول الوضع. هسه الشورجه قبل كنا من نقول شورجه نحير بوقفتنا بالسياره، صح، نحير بمشيتنا شلون ندخل ونتمشى. انفتحت اسواق بكل منطقه بغداد، حوالي أكثر من 60 منطقة، كل منطقة انفتحت محلات جملة. فصار زين ولا مو زين؟ زين كلش زين، خدمات يعني 100%. فصار الضغط خفيف، حتى المستوردين مخازنهم خارج الشورجة وجميلة. فستبقى مركز يعني ما راح تتغير. شيء ثاني صار انتعاش اقتصادي كلش قوي. يعني أبو المحافظات صار مستورد، بينما قبل شورجة وجميلة. الآن ماكو محافظة ما بيها مستوردين، يعني صار اكتفاء ذاتي المحافظة بيها من جميع الناس. قلت الحركة في بالمركز، الضغط، انتعاش اقتصادي مو طبيعي. مين شفنا يعني الموجود من خلال السيارات، يعني حسب احصائيات حوالي 11 مليون سيارة بالشارع العراقي. العراق 15 محافظة، ببغداد 4. يعني بغداد مفوله. مفوله، زين تعدادهم 7-8، يعني معناته كل شخصين لهم سياره. يعني الشارع كان قبل اتذكر الزقاق مالتنا سيارتين، وحده مال الكويت كابرس، هو كويتي بس عراقي، والثاني برازيلي.
سيارتين الفرع كله. هسه سوري هسه ماكو مكان، عركة الجيران يتعاركون، كل واحد عنده سيارتين وثلاثة، قراجات ماكو، كانت قبل أنا عندي سيارة برا. العصر راديو مباقي التاير، نفس اليوم المغرب رحت بعتها، بعد يعني باكر عرفات وراها عيد، نفس اليوم بعتها، التاير ينباق. هسه سيارات 7 شدات 9 شدات بالشارع ما حد يبوكها، ليش؟ تدري ليش؟ لأن المسؤول هو كان يبوك تايرات حرامي، هسه صار مسؤول. أي وكان يبيع علاليك 3.25 2.25، هسه صار بالدولة، مو بالدولة بالحكومة، فانتعاش اقتصادي مو طبيعي. أنا هسه حسابي غير، أنا هسه تحسبها انتعاش اقتصادي، أنا أقول لا، يعني أكو بعد عندنا ناس مستحق تحت خط الفقر. ناس نموذج من أين لك هذا؟ رئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني ما ردوا خبر. كمبادرة من مبادرة نماذج 3 و2 5 A4، تعرف من واحد من يوم ولادته إلى يوم تقاعد مالته، مين الفلوس، إيجار، أرض، إيش اشتغل، رأس المال، أولاده، كل تفصيل ممل بحيث ينعرف هذا الإنسان مين جاب رأس المال. شخصيات يعني ذكرت فيها؟ لا 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 لا، هو عام لكل موظف أو مواطن عراقي حتى ينعرف، يعني بيانات، بيانات على كل إنسان عراقي من أول يوم ولادته حتى الطفل، مريض مو مريض، حتى يرعونه أو ما يرعونه، ما كنا دزينا مال البطاقة التموينية، عملوا بها 7 نقاط 4 نقاط، ما أخذها مدير عام مكتب الوزير، يوم 10/11/22 معرض بغداد الدولي انطيتها. يعني وجهة نظرك ودراسة الغيري، راحت الغيري موجودة، كلها موجودة عندي مثبتة ودازها للسة. عادي عادي، المصلحة العامة مو مشكلة. ودزينا يوم 15/8 الوزارة الداخل، وزير الداخلية ورئيس الوزراء سحب السلاح 4 نقاط، وخلال شهر يتم التعويض عن طريق وزارة الداخلية قسم الأسلحة، وعن طريق بنوك وكل محافظة بنك يعوض الرشاشة والمسدس والقاذفة، تسحبها. وبنفس الوقت قدمت مقترح على الأيد العاملة الموجودة حوالي 2.5 إلى 3 مليون شرق آسيا، ويحدون لازم منهم، لأن بالزيارات يعطون فيزا سياحية، وهذا أخبر غلط، ماكو متابعة، يبقون هنا. يعني سألت جماعة صار 8 سنين 10 سنين، والسبب منه من أمن العقاب سأل أدب، أو يعني العقاب سأل أدب. فيمن ألزمة للبنغالي اللي قاعد يشتغل بمعرض، يشتغل بمحل، يشتغل بمطعم، لازم يشيلون أبو المحل، يغرموه، يحطوه بالسجن، يتوب بعد ما يشغل. ليش العراقي قاعد ما قاعد يشغله؟ العراقي يشرب له شاي ويتغدى وياخذ له ساعة صفنة وما يشتغل، يصلي 5 مرات، العمالة مطلع عمالة يصلي لي ساعة ويتغدى نص ساعة، كل ساعة هذا. بس ما يخالف، اكو شيء ابدا من شيء، انطيه قيمة وانطي الاستحقاقه، يظل وافي، يعني يوفي بالعمل مالته وساعات العمل. بس لما قاعد يشوف اقل، يعني البنغالي قاعد يعطوا من 300 400 500 البنغالي، لان عنده صديق عنده معمل واعرف هذا، يعني قاعد يعطي خوش اجور واكل وشرب ومنامه بينما العراقي لا يعطوا اقل. نفس الشغلة تنطبق على الشركات النفطية، عندي معلومات كاملة عنهم، يعني المهندس يوميته شدة، مهندس رئيس مهندسين مصري، ويروح ويجي وأهله بالإمارات، على شنو؟ إيه شدة يومية، شدة يعني 30 شدة بلا، والعادي لا مو موجود هذا كلام، يعني شد لا 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 شد. والعامل وعمالهم باليوم الواحد العامل 10 ورقات، العامل الأجنبي المصري العراقي، العراقي يعني عنده خريج كلية، ابن أختي خريج كلية إدارة واقتصاد 550، فقال راح نبطلك لأن عقد هاي، فقال شلون هاي؟ قال روح جيب لنا مال متوسطة حتى نعطيك 350.
اخذ على هالمقياس. انا جدا ممتن لك. شكر لله، اتمنى لكم التوفيق على هذا القدره والاحساس المسؤول. لا الحمد لله والشكر، احنا ما الحمد لله لا راتب لا متر املك بالعراق، ما املك ولا تقاعد الحمد لله، وما اريد شيء من الحكومه بس الامان ويكفونا شرهم. الله يديمك. انا جدا ممتن، جدا ممتن. تحياتي سلام. الله يديمك. الرجل عنده خوش معلومات، يعني عنده مقترحات مقدمها ايضا يعني للحكومه الحاليه، والحكومه الحاليه ماشيه باجراءاتها وتقريبا ماخذه من اللي مقدم هذا الشخص، وجزاهم الله خير يعني اللي يعملون. السلام عليكم عمي، شلونك الحبيب؟ ما شاء الله العطر واصل، شلونك؟ قواك الله، اولا موفقين ان شاء الله. عفوا للجميع ان شاء الله. بارك فيك. رحم الله والديك حبيبي. الخبز الحلال ان شاء الله. رحم الله والديك. الله يديمك. الجميع ان شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك. حبيبي يسلمك. شلون وضعكم؟ شلون هالشورجه؟ والله الشورجه مو مثل قبل، مو شورجه شورجه. قبل تغير بعد الموضوع؟ تغير، ماكو شيء ما يتغير يا سبحان الله، يعني هسه كل منطقه تلقاها شورجه. كل منطقه تلقى شورجه. فهي تبقى الشورجه الرئيسيه هي الشورجه. فهي مركز التجاري الرئيسي للمحافظات والعراق بصوره عامه كلها. بس اختلفت الوضعيه من السماء اللي اختلفت، مو مثل قبل. زين. لانه اصبح ابو المحافظات هو يروح يجيب، هو صار تاجر، هو صار ابو شورج. طبعا هو يعني قبل كان المصدر قلنا هو الشورج، هسه بالنسبه للمناطق يعني هسه اي حاجه اللي تريدها موجوده بالشورج وهي موجوده بالمناطق. فعلى وش بعد من اقرب له هذا نوبات وهذا. ونفس الحال جاي اشوف حتى المحافظات نبات اللي يحتاج يعني مو ذاك هذا يجي للشورجه، تجي للشورجه. شغلكم تغير؟ يعني مردود المادي تغير عن قبل؟ طبعا اكيد، يعني قبل كان وين امانه الله، يعني قبل احنا قبل الموسم هو يعني من نقول ايام عياد، يعني ايام عياد احنا واقفين على رجلينا من الخمسه يمكن لسته العصر او لسبع العصر على فد وقفة الوقفة، والحمد لله خير من الله. قبل أسبوع جاي أحكي لك، أما هذا العيد لا والله، هذا العيد اختلف من السماء للقاع، يعني دوبكم طلعين فلوس الإيجارات وفلوس الزين، كل شيء تغير. الله يكون بالعون. والله يديك حبيبي. بارك فيكم. والله يديك سعيد. لكم إن شاء الله ماشي، وهذا كدكم وتعبكم. روح. والشكر ما طول، إحنا عايشين عشان نريد نصير. الحمد لله صحة. بارك إن شاء الله. عندك ذكريات؟ الله يديك. اكيد ذكرياتنا عندك بالنسبه زين. ملينا من الضيم. والله ملينا من الضيم. والله اكيد ذكريات حلوه احنا كانت بالشورجه، يعني اصدقائك زملائك والله كلها اللي محتك. احنا نقول الحمد لله والشكر صحه وسلامه، اللي مات مات، واللي موجود عايش، واللي طلع من الشورجه وصار الحمد لله وشوي عفوه الشورجه. طبعا عفوه الشورجه، مو بينما كانوا متعلمين بيع وشراء وتعرف يعني اللي تعلم، مو مثل اللي هزعنا على وقفه الوقفه وانت جيتنا فجاه وشفت الوضعيه. المصلحه يصير عنده اهتمام مصلحته مو طبيعي. مصلحه طبيعي، كل من ومنهجه وكل من ومصلحته. ابو الشاي وابو الكارزات ابو الكارزات. بس نرجع نقول اصدقائنا القدام كلها راحت بعد، هو الحمد لله اللي الله وفقه وراح فتح له بغير مكان مطعم او اسواق او شو اسمه، فيشوف نفسه بعد فارق الشورجه، واحنا هنا قديمين صار 30 سنه انا بالشورجه. على الحطة وهاي رحمة الله فيك حبيبي للجميع. الله يبارك فيك عمي، جزاكم الله خير. حبيبي للجميع إن شاء الله. الله يوفقك لك عمي حبيبي. الله يبارك فيك ويسلمك. والله هي هسه الحجم إنه يقول لي يعني كلها تغيرت تقريبا هي يعني تغيرت الأمور، تغيرت حتى نوع من المصالح هم تغير، يعني مو مثل ما كنا يعني كانت الوضعية قبل، يعني العيد ابخال هذا عم اللي نقدر له. شو الله اسمع ما حد يسمع نسوي لا لا الصياح وصيحنا لا كنت لا عاد خليها انا خليها يمي خليها يمي. والله مشكله يعني يا بحكي لا خاف يقتلوني تعال يمي. المهم احنا عندنا صحفيين يعني دفعوا ثمن كلمه بصراحه، دفعوا كلمة ثمنها لأنه ثمنها صار دم يعني. حبيب عموري شلونك؟ شو أخبارك الحبيب؟ شو صحة؟ أنت بخير حبيب. أنت مليون خير. شلونك؟ شو أخبارك؟ مشتاق لك والله. الله يديم يا حبيب وردة.
دفعنا ثمن الكلم، وبعض الصحفيين وزملائنا راحوا الله يرحمهم تحت التراب. لكن هو هذا 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 العمل يا اخوان، ترى مو عبالكم ونسوا على حكاية الجماعة هسه مال طشة، ابدا ابدا. اللي يريد احكيها وابتدي، اللي يريد يطش هسه بهالوقت هذا يعرف شلون يطش، ما يطش بموضوع يخص الناس بشكل يومي بشكل مباشر ويتحدث بلسان حالهم، لا، هواية أمور صارت للطشة، والله يبعدنا عن الطشة. الطشة اللي بيها فائدة هلا بيها، بس الطشة اللي بي ما بيها لا خير ولا فائدة، لا هلا ولا مرحبا بيها. عموما احنا الان بصدد يعني الاخوة كل المتحدثين تقريبا، اغلب الناس اللي تريد عندها الجرأة الكلام اول ما يقول لك والله ما يسمعوك، مثل ما هسه حكاها الحجي ما يسمعوك، شو تسوي الفول ما يسمعوك. طيب شو نسوي؟ نسكت؟ قام قلت ساكتي طبلون نحكي ما تحكون يا بك. الحالة الان اصبحت صعبة مو مثل ما كنتوا تصورونها قبل، يعني الآن الوضع تغير، الناس بصراحة بأمور يعني خارج إرادتها في بعض الأحيان، وبعض الأحيان هذا سبب مشكلة يعني. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، صحة وعافية إن شاء الله وسلامة. الظاهر ما مشوفين يعني صوتكم وصلني يعني. بس شو تسوي، الدنيا هي واحد ملتهي. الدنيا لو احنا ملتهي، لا هي الدنيا والظروف واحد ملتهي، بس احنا نتواصل تليفونك وهاي تواصل. عاش ديكم اكيد ان شاء الله تواصلون دائما. الصحة والسلامة للجميع. الله يبارك فيك حبيبي ويسلمك، ويا رب ان شاء الله يعود عليكم بالصحة والعافية. رحم الله والديك والرزق جميعا والتوفيق، وهذا المطلوب. هذا المطلوب، والصحة والعافية. والصحة، لأن أفضل الأرزاق هي الصحة، أفضل النعم الصحة. الحمد لله الله. صحة تمام؟ الحمد لله رب العالمين، عايشين. شورج من زمان لو ها. لا عندنا مناسبة عيد الغدير، يعني هاي مهمة، فجينا ناخذ أشياء ونستعين بالصديق. عيدين عد. إي أكيد. إن شاء الله عيدين. ان شاء الله جميع ان شاء الله، فاستعانينا بصديق. جهزكم له بعد؟ بعدنا تونا، هو يمك بعد. يا الله ان شاء الله خير وبركه. اخوي لا تتيهون هذا الزلمه، اقول لك لا تتيهون الزلمه. لا اكيد هذا اخونا، ما بينا احنا مو رابط عمل، عمر هذا. صحه وعافيه ان شاء الله. شلونك سالم؟ والله اخبار شكر لله. هم خوشاي هم عيدين ان شاء الله. ان شاء الله ثبات على الثبات على الولايه ان شاء الله. بارك مناسبة عزيزة علينا، يوم الغدير، ولاية مال ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فالسيد جاي ما علينا، اللي جاي وجاي يعني يشوفنا وجاي يتسوق يعني أغراض ملف. جاي يشوفكم هسه عرفناها، وجاي يتسوق هم عرفناها. الآن الحالة شلونها؟ السوق شلونها؟ والله السوق مو الأولي. لا اختلف، مو الأولي السوق، الوضع الوادم اختلفت، لو البيع والشراء اختلف، لو العملة اختلفت، لو المادة هي هم عملة 45 زين يعني والله جت ما، بس الناس يعني قليلة الناس، أو ثانية ناس جو حار يعني هسه احنا بشر. لو علاوي شلونك حبيبي؟ أهلا بالصدرين. فالجو جو حار والناس متجبجبة يعني، من يعني مكاظة ما أعرف شنو. الجو حار ما اي ما قليل. اليوم سبت، هو يعني سبت، انت لو تجي السبت من كنا قبل سبت ما ينطب هنا، ما تقدر، ما تقدر، انت ما جاي هنا يعني، كان انا بتسعينا جو ما نقدر نصور، ما تقدر تصور، او الناس اللي واحد يعني ما سبت، خاصه السبت يعني هسه شويه زين حركه. ان شاء الله موجود، ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله، مقسم الارزاق موجود. الله هو الله موجود، الله موجود ان شاء الله ما نحتاج. لا رحمه الله على امك وابوك، يديمك ويحفظك عافيه ان شاء الله للجميع، والله يحفظنا ويحفظ الشعب الفقير. اللهم امين. والحكم دفع ثمن على مدى سنوات، شبع ضيم، دخل بحروب ما لها داعي، دخل مشاكل مو هو هسه يعني ثمن. احنا ما غالبيه الناس فقره، هسه شوف ابو هذا، ابو عليه هذا حم يجي من الصبح اللي جاي ترس مي
ويروح له على 15000 20000. ما يعني ما شوف شو تشوف. احنا نقول الله 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 يرحم الراحمين. الله مستقبل المستقبل ما ادري مجهول. ليات انا عندي هذول شوف هذا رابع كليه ها أه؟ ما اي والله. والثاني عندي لغات وها يعني ماكو مستقبل. هسه من تجي تحكي وياه يقول لك ماكو تعيين ما يعرف مستقبله والله. يعني غالبيتهم مهندسين هنا ولد قاعدين حماميل وهاي جد مبا. نقول نريد من الله بالجد. احنا شو نريد من حق ويحفظكم بارك وبيك اخذت من وقتكم لا ويحفظكم ان شاء الله ويسلمكم. الله يسلمك حبيبي حياك الله. الله يديمك ابو حسن سيدنا الحبيب. شوفك بخير موفقين يا الله يا الله. هاي العلاوي عاد انضمنا هي بعدين. هاي علاوي هذه أهلنا وناسنا يعني بصراحة. من الآن نسولف بلسان حالهم ونشجعهم على هذا الرزق اللي بياكلوه ونقول لهم عاشت ديكم وبارك الله بيكم جهودكم. لأنه رزق الحلال هذا هو جهاد. العمل هو جهاد يعني مو سهل. من 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 تكون أنت ميداني تكون تشوف القصص. والله القصص عجيبة غريبة. تشوف ناس أعزاء تشوف ناس متمكنة فكريا وعقليا وتشوفهم في هذه الحالة. تشوفهم في هذا الموقف وندعو الله أنه يحفظهم. يعني هذه السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ شلون امورك؟ عيونك راحت. شلون صار؟ ان شاء الله زين. كل عام وانت بخير. السلام ورحمه الله. صحه وسلام ان شاء الله. احنا العيد ان شاء الله يجر عندنا يطول له فد 10 ايام. ادم تعيد هم نعمه. اي والله. شلونك؟ مرحبا. اخبار اخوي؟ الحمد لله. شلون باب رزقك؟ والله الحمد لله. ماشي الحال؟ الحمد لله. الاولي لو اختلف. لا هسه الجو حار ما حد يطلع. ماكو. بشر ماكو. اي صارت العصريه لو ادم تطلع. والله حتى من العصر ما طلعون بالليل مو العصريه. الله يساعدهم. صبح انا اقول لك يجون بس يعني الساعه 7 8 6 ها تفتحون هنا من وقت؟ اي تفتح بالستة. تصير اكو حركه بالستة؟ اكو عامل يجون بس قليل يعني قليل بس معاملك يعني يجون. ايه على مود 10 ورا ال 11 كل شويه تقل لين تصير الشمس شويه. هسه والله حاره هالايام. اي انا اليوم فتحت يعني صار اسبوع قاعدين. ها موفقين ان شاء الله. الله يديمك يبارك فيك. هم جاي موسم انتم ان شاء الله. اي محرم يجي ان شاء الله. الصراحه اهم تبدي شويه تجهيزات الامور. يجون مواكب يسوقون العالم هم يسوقون عندهم طبخ. بس هي حاليا السوق تعبان. هو رزق والله. يوم هو رزق بس تعبان. الجو حار يعني. شي جو حار. طبعا الناس لا هي ما تقدر. هذا المجال الشورجه كل الموجودات يمين. هذه هسه هواي سمعت. اي يعني شاي يمي قرزات بس هي مو نفس النوعيه. يبغى النوعيه تختلف. انا اقول لك السعر يجوز يختلف هم. هسه ذاك اليوم انا مع عميل يقول انا اخذت كيلو شوكليت هنا 5000 من منطقه اخذته ب 8 فرق. اي بس هو يحسب التاكسي راح وجاي. اي بس هو ما راح ياخذ له كيلو. اي ياخذ مجموعه مثلا ابو موكب ياخذ له مال محرم. موكب يجي لا لا احنا معاملنا يجونا. اي هاي احنا هم يعني هم بها حساب. اي بس جماعه مثل معوزنا مثل كيلو شاي نص كيلو شاي ما يجي للشورجه. اي مثل ربع بهارات يجي المود بهار بهارات. الله يكون بالعون. حظك يا طيب. بارك فيك. ممنون ممنون. يسلمك ويرزقك. اشكرك. زين وزواجك ان شاء الله. متزوج. ايش تتزوج؟ شفت الحلقه هاي حرشه. لا مو حلقه محبس هذا. اه محبس. الله يبارك فيك. تزوج سوري احسن. ليش العراقيات؟ عم العراقيه يصير عندها طفل ورثت للمحاكم. شو السالفه؟ هاي بعد ما اعرف. وين العراقية هاي اللي تحملت الضيم كل قبل شافت العذاب وش تمسح بها وجهها وتمسح هاي قبل هاي تحكي على قبل انت تجيب قبل على هسه عم هسه طافحة البنية طايرة والله عمرها 30 طايرة عمرها 40 طايرة عمرها 20 طايرة بالسنة ما ادري شو تريد شو تجيب لها ما تقبل ها شو تعطيها ما تقبل مخبلتنا العراقية يا عمي الغايب مالتها 20 بدها 15 والحاضر الحاضر وحجي طلبات العراقية هواي والله ازيد من حقها يعني بس مو كل العراقيات مو زينات بس هسه جدد للشباب البنات الصغار مشكله حجي مشكله يتعبن زين ليش ما نقول احنا هم الشاب ترى واقع هو هسه هذا صار واقع يعني هسه الشاب يدفع الشاب يدفع عربانه ويبيع مي بالحر هذا من يرجع غير يكون واحد تلقاه
الله يساعدك. طبعا ها ماكو هذا شرعا والناس يسولف فيه والشرع يسولف فيه طبعا. شلون لعد هذا الرجال جاي يتعب هسه احنا هنا متحملين والله والله ثق بالحسين هسه نتحمل اكو ناس ما يسوى له زبانه ونحترمه ونقدره ونعطي قلاص مي ليش على مود رزقنا وترجع للبيت غير كون يتلاقونك بصوره صحيحه. هسه ذاك اليوم صاحب الزوج السوريه يقول اقعد الصبح القى ريوق قدامي الله شاهد ها يقول ذاك اليوم خابرتني قالت وين قلت لها باني اتاخر يقول خلي الغداء وقاعده لقيتها مقابله الغداء وقاعده ما تتغدى الا هو اجى يلا طلبات ما عندها طلبات ما عندها بس هي العراقية تبغى زينه يعني بس رديت على العراقية لا لا مو على رديت بس خلي شويه يخففون خلي شويه يخففون يعني. هاي هم صارت يعني على حكايه تهنى قبل يقولون سنينها صارت هاي مال المهر العالي قبل الناس على عيشتها يعني اذا تسال هسه تسال بيبياتنا الاوليات الله يرحمهم واللي عدلات امهات هسه احنا شيء نقابل صغار زين وهم تقول لك والله ما ادري 500 دينار ما ادري 1000 دينار ما ادري ايش قد ومشت الامور وصارت عائله وكونت بيت هسه انت يعني اذا جبت طار ابوها اخوها امها تنقلب الدنيا عندها ما فيش عقليه يا حجي مشكله تختلف من مره الى اخرى. عموما انا جدا ممتن منك بارك بك تحياتنا لامهاتنا تخون بث مباشر ابتليت على عمرك انت بعد لو انا معاملك كلهم خافوا يسالون علي معاملك كلهم نسوان نسوان احنا معاملين اكثر شيء نسوان والله طبيت لا عم لا انا مواني لا مواني مواني وسلام لك يا طيب والله رزقك ورده يبارك فيك جدا ممتن يا حبيبي الله يوفقك الله يوفقك يا حبيبي ودخلنا بنقاش خارج اي اي صحيح لا اكو احصائيه الان اكثر من 3000 بالشهر الواحد انطوها احصائيه هذه اي طبعا هذه أرقام مو سهلة طبعاً للعلم هذه أرقام نتحدث عن أمور يعني حتى وإن كانت الأمور الآن واصلة إلى مرحلة ما توصل إلى هذه الأعداد وإلى هذه بصراحة من وجود هذا الكم الهائل من المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية تقريباً كل المردود الآن اللي نسولف عنه هو بصراحة يعني ندفع ثمنه قريبا يعني هذا ندفع ثمنه والله من اللي حكاه مو اكو مو هي مشكلة اكو بعض يعني انا اتحدث الان خلي اتحدث شوية بجرأة على موضوعة اتحدث بجرأة عن هذول اللي يطلعون يسمون نفسهم ما أدري أساتذة علماء اجتماع ما أعرف يعني أنا قارئ العلماء الاجتماع ما موصفين هذه الحالة هذين كم وحدة جاي طلعن يعني يشجعن المرأة أنه تطلع عن 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 طورها يشجعنها ويوقفن وياها ويشجعنها بشكل غريب عجيب بشكل غريب عجيب تصرفوا هيك ويا زوجك تصرفوا هيك ويا رجلك تصرف واذا ما عجبه خلي هاي شنو يعني واصلين الى مرحله من الابتذال الغير منطقي والدوله بصراحه يعني شو تسوي يعني هذه يعني هم احنا ما نذب اللوم كله بالدوله يا عمي الناس اخلاقها مو تمام شاء الدوله شو لها علاقه الناس اخلاقها طلعت من الطور يعني الدوله شو لها علاقه يعني تقعد تأدب تعلم شو تسوي والله يطلعن بالتيك توك ويطلعن بالفيسبوك ويطلعن ويسوي لهن يعني والناس هم بيخلل يا اخي والله هي مشكله تحكي هسه تبتلى على عمرك تحكي هسه من تنزلهم بالاسماء وتضغط على نفسك وتنزلهم بالاسماء لانه وصلنا الى هذا المستوى يا اخوان يجيبن ويدحسن بعقليه المراه العراقيه يجيبن ويحطن بالعقل العراقي وانتهيك وانتهيك وخلنا المرأة تشيل روحها ودكها انا مثل فلانة انا مثل فلانة وسولف هالشي
تسولفن هالشكل يعني، ومن يطلعن بالشارع هذن الكم وحده الناس تاخذ وياهن صور ومسويات، يعني مسويات فد انجاز عظيم، يعني مسويات فد صانعات الذره، وهن اذا ترجع لهن سخافه مو مشكله والله. عموما هذا اللون من اللون من 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 تشجيع المراه لان تاخذ هذا الدور يعني بصراحه. قبل امهاتنا مو هالشكل يعني، امهاتنا قبل هسه وبعد من تي تشرب لها قلاص ماي تدير وجهها على الناس، تتغشى بعبايتها، تتغشى من الـ من الـ من الخجل والادب والحشمه هسه لا، هسه بالتقاطع تنرقل، وهذا هو اختلاف يعني. هذا هسه واحد يقول والله تشيلك علاقه، كل واحد له علاقه بنفسه، لا مو كل واحد له علاقه بنفسه، هذه ظواهر اجتماعيه مؤثره، الطفل يشوف، الكبير يشوف، الصغير يشوف، هذه أمور ما كنا متعودين عليها. قبل حجياتنا من تريد تشرب لها سيجارة تقلب الدنيا، الزوج إذا شافها شاربة سيجارة يقلب الدنيا عليه، حسة لا تختلف والله. هذه كلها ظواهر يعني بصراحة اجتماعية، وأنا الآن أتحدث بموضوع اجتماعي يعني بصراحة بحث يعني، وبالتالي تلاقيها المواضيع الاقتصاديه، تلاقيها البطاله والعطاله، تلاقيها عدم الثقافه، تلاقيها عدم العلم، المدارس التجاريه اللي يعني الجامعات التجاريه اللي جايه تخرج الاف مؤلفه وتزج بيهم بالشارع لا فهم ولا علم، اسمه ما يعرف يكتبه. اي صراحه يعني هسه الان اتحدث بجراه لانه هذه يعني هذه مسؤوليه انه الحديث، هذه أمور ما أدري ملتبهين لها ما منتبهين، شايفينها ما شايفينها، ما أعرف. الآن نتحدث بـ 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 بهذا الشكل حتى توصل، حتى أنا أبرر ذمتي أمام الله أولا وأمام الناس ثانيا. المدارس اللي الآن بصراحة أطفالنا يطلع للرابع، أنا ألتقيهم بالشارع دائما، ألتقيهم يبيع مي واللي يبيع، وبالمدرسة يا بتعرفك تكتب اسمك، والله صدقوني ما يعرف اكتب اسمه ولا يعرف حتى الاحرف. هذه اللي خلت الناس تقع في مشكله. العلم اذا ما نتعلم ونوصل الى مراحل بالتعليم ونبني جيل، هذا كل حجينا هواء في شبك، هواء في شبك. شايف هذا اللي هذاكم مثل يقولون اهلنا يعني، الجمل محمل ذهب وياكل عاقول. العراق بي العقول وبي الناس الخيره وبي الطيبه وبي الشهامه وبي المواقف وبي الاخلاق وبي المبادئ ومبادئ الانسان كلها، بس ترجع للاسف ندفع ثمنهن الان ان هذن القضايا اللي اجن من تالي يعني للاسف يعني. عموما عود ما سويت رقبتك هيسي و شلونك حب؟ شو اخبارك؟ قواك الله، كل عام وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. الله العيد يجر عندنا، انت هم يجر لو ينقطع اربع ايام ينقطع. لا والله هم يجر، احنا معايدين معايدين احنا من الخميس. ان شاء الله خير وبركه وان شاء الله يستمر، نتمنى والله ايامنا عيد ومناسبه وخير وبركه. شلونكم؟ والله بخير. شلون اشغلكم؟ الشورجة شلونها؟ شنو اللي تغير بيها؟ مواسمها شلونها؟ والله مواسمها حارة بعد، ما حد يطلع. اي والله مو مثل قبل. هسه جايكم موسم زين؟ موسم محرم؟ لا محرم زين، مواسمها كلش حلوة. حسبوا له حساب من هسه لو بعد؟ اكيد لازم نحسب له 1000 حساب، مو حساب من هسه. اي والله من هسه؟ تجهزوا؟ اكيد من هسه، لان بعد يعني كم يوم يصعد المواد كلها تصعد، كلها تصعد. فنبدا نتسوق منها هسه لحد اخر يعني 10 ايام هيك، بعد ما نتسوق نبقى المتسوقين صرفه منا رمضان كله. الشورجه كل من معامله، كل من معامله. اي اكيد اكيد. المواكب من يجون عندي معميل على التليفون، هسه التليفون على الموبايل جهز على يكتب لك اياها على الواتساب، انت ثاني يوم يلقاك كامل. هم حلوه
اي احسن لان يكسرها بعض يعني مرات يعني يوقف هنا ساعتين ثلاثه يمل ويروح ما شاء الله. اي فهاي بس بالايام يعني الموسم مال المحرم ورمضان هيك كذا على كذا. يا الله نتمنى لكم الخير. اهلا بيك اهلا بيك البركه بيك اهلا بيك مغاد ابو منى ابو علي حيده لا واحد دوري. ايش قصالك والله هنا بالشورت؟ والله احنا صار لنا تقريبا بال 15 سنه من الصغر انا ويا ابوي. ها اي والله بس بالكرزاتنا وحولنا هنا هذا محل اخوي. زين اي نعم انت مستمر في الشغل هذا؟ ما هو احنا وين نروح؟ ما تدور لك وظيفه شيء؟ يا اخي وظيفه صايره طيب كل من الى الوظيفه. التجاره احسن؟ لا مو على التجاره احسن، هي الوظيفه وين هسه؟ وكل اتمنى تتوظف هنا. بس هي وين؟ كل من له؟ كل من وربعه؟ والله ما تقول لك لا والله توظف لا عم هسه مباشر اي وظيفه. شوف لي انا اقول لك عفلك هاي لك مو هيك. لا والله. اي والله. زين ليش اكو ناس والله اكو ناس عندهم باب الرزق افضل من الوظيفه بعشرات المرات. والله الا اللهم الا شامرينه يعني بحيث راتبه يقضيها شو اسمه اي والله يقضيها كراوي الا هيك. يعني اذا انت صدق اذا هو مثلا اذا عينك يذبك مثلا بعد عن بيتك فد 40 كيلو؟ لا اكثر شنو زعم هاي 30 كيلو 40 كيلو نعمه اذا ذبكنا. والله اذا شمرك على الحدود وربع حياه 30 كيلو يا 40 كيلو هاي ربعنا كله هيك هسه. والله يقول احنا يعني نروح كراوي ب 150 ونرجع ب 150 والله وخطوره طريق شايف الطريق. انا واحد من الناس انا اشجعك انه هذا باب رزقك. لا لا احنا اقول لك احنا هذا منتهين منه احنا نموت هنا أنا وين نروح؟ اي والله يبارك فيك اقول لك مو هذا على هذا الشغل غير باقيين احنا وين نروح؟ اي والله ما طالع الخبزه وقاعدين وساكتين لا مذي واحد ولا مذي والله العظيم قاعد هنا هم قضى وقت طالع على العيش وجوه الطيبه يمك مع هذاك ابو عزلمه هذا يكشر بالصابون وبالي للعلم ذاك اخوي الله يحفظك يبارك فيك الله والديك يا طيب اهلا وسهلا بيكم يحفظكم العائله الكريمه نعطيكم ميه بارده انت احنا هسه كملنا ان شاء الله ونرجع عليك يا حبيبي. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها واحنا بصراحه وجودنا بين اهلنا وناسنا نفتخر بيه والله نفتخر بيه ونشد على ايدهم اخوتنا واصدقائنا وصاروا بيهم حتى صارت علاقه بيناتنا بيهم والله العظيم لان من قد ما نشوفهم ونشجعهم ونوقف وياهم ونياله اللي يشتغل برزق الحلال وياكل رزق الحلال نياله. تقبل ودي واحترامي انا محدثكم احمد الركاب وزملاء اللي رافقوني بهذه الحلقه زميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق. اشوفكم خير وسلامه الى اللقاء.